قال محمد بن عوجان أحد علماء المالكية ومن تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. دي الستة أنواع من الغيبة اللي هي مش محرمة، ليست محرمة، احنا عارفين غيبة كلها محرمة. طب ايه تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول لم أفتري عليه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي كذبت عليه.